طيب هنسأل في أسئلة في اللي حضرتك قلت عليه. يعني أنت قلت النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا والتغذية السليمة، ما هي مواعيد الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر الصحيحة، وما هي التغذية الصحيحة؟ النوم مبكرا بنقول النوم مبكرا بنقول بعد صلاة العشاء هو الوقت المناسب للجسم، فالهرمونات بتاعتنا اللي مسؤولة عن السعادة ومسؤولة عن الحالة النفسية الجيدة واللي مسؤولة عن الانضباط الداخلي في الجسم وهرمونات الحرق والتمثيل الغذائي تفرز ليلا. فتلقائيا من بعد صلاة العشاء، ايا كانت البلد اللي انت عايشها، بعد صلاة العشاء بعدها بساعة تستطيع ان انت تنام. وافضل وقت للاستيقاظ هو وقت صلاة الفجر. يا دكتور احمد، هو انت دلوقتي بتتكلم في الدين؟ انا ما بتكلمش في الدين خالص. لو بعيد عن الدين ده خالص، هقول لك اسباب منطقيه 100%. انت تعرف ان في علاج اسمه العلاج بالاوزون. العلاج بالاوزون ده بيستخدموه الاطباء دلوقتي في عياداتهم، بياخدوا الاف الدولارات علشان يعالجك بالاوزون. العلاج بالاوزون مجاني، انا بقول اهو بلاش، ما تدفعش الاف الدولارات واسمع مني العلاج المجاني. دكتور احمد عطيه ده عشان دلوقتي بيكشف سر او اشياء لا يعلمها ناس كتيره. اللي يكتب كده عن العلاج بالاوزون ويعرف الفوائد الصحيه بتاعت العلاج بالاوزون ده ناس كتيره جدا عندها اضطرابات هضميه بتستخدم العلاج بالاوزون، ناس عشان تقوي الجهاز المناعي بتاعها بتستخدم العلاج بالاوزون، الناس الاوزون طبيعي يا جماعه، موجود عندنا ساعه صلاه الفجر. انزل صلي الفجر، وانت رايح تصلي صلاه الفجر بتاعتك انت بتاخد الاوزون الطبيعي من الغلاف الجوي. الاوزون عشان كده لو انت صحيت مره الفجر في حياتك مثلا ونزلت تلاقي الهواء منعش، هذا هو الاوزون. غلاف الاوزون بيبقى ساعه صلاه الفجر وانت نازل بيكون موجود بكثافه عاليه جدا، فوجودك في هذا الوقت انت تاخد هذا الاوزون بشكل طبيعي، اللي هم بيستخدموه بيدفعوا الاف الدولارات والاف الجنيهات علشان تروح تعمل جلسات للاوزون علشان تقوي جهازك المناعي او عشان جهازك الهضمي او عشان مشاكل العظم والالتهابات المختلفه اللي ممكن تكون موجوده عندنا. فانا بقول افضل وقت للاستيقاظ هو وقت صلاه الفجر، وافضل وقت للنوم هو بعد صلاه العشاء. يبقى ده كده النوم الصحي والاستيقاظ الصحي. اما لما نيجي نتكلم في نقطه تانية وهي قويه وفي غايه الاهميه، نقول ايه؟ الأكل الصحي. الأكل الصحي هو الأكل المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدرات من الفات من البروتينات من الفيتامينات من الأملاح المعدنية من الألياف من الماء، في كل حاجة إحنا محتاجينها. ده كده بشكل مختصر إجابتي على أسئلتك، سؤال النوم الصحي ولا متى النوم الصحي ومتى الاستيقاظ الصحي وما هو الغذاء الصحي.